Do you think Korean is difficult? Korean is the easiest language to learn in the world. It's called language. Let's learn Korean together. Korean Click will help you. Korean Click 나와 선생님입니다. اهلا وسهلا بكم في كوريان كليك معاكم سانسي لمن. النهارده هنتعلم سوا مع بعض الحروف الابجديه الكوريه او الهانجل، وهي بتتكون من 24 حرف، 14 حرف ساكن و10 حروف متحركه. تعالوا نشوف سوا مع بعض. معانا هنا دلوقتي اول حاجه الحروف الساكنه ال14 حرف، ونطقهم زي ما هقول لكم دلوقتي. اول حرف زي حرف الجيم في اللغه العربيه عندنا، جيق جيق جيق. تاني حرف، حرف النون، نين نين نين. تالت حرف زي حرف الدال عندنا، ديجت ديجت ديجت. حرف الرابع، حرف اللام، وساعات بيبقى حرف الار، بس دي هنشوفها في كلمات في الليفلز تانية، ريل ريل ريل. الحرف اللي بعده حرف الميم عندنا، ميم ميم ميم. الحرف اللي بعده حرف الباء، إير إير. أخدين بالكم أنا بقولها بالراحة، مش بقولها جامد، مش بي إير إير. الحرف اللي بعده ليه نطقين، ساعات بيتنطق حرف السين وساعات بيتنطق حرف الشين، بس دي هتاخدوها برضو في كلمات تانية، هتقدروا تفرقوا ما بين الحرف ده بيتنطق امتى والحرف ده بيتنطق امتى. بس هو اسمه هنا شيوت شيوت شيوت. الحرف اللي بعده هو حرف ساكن ملوش صوت، بمعنى هو بياخد الصوت بتاع الحرف اللي بيجي بعده على طول، بس مش الحرف ده، أنا أقصد في الكلمات بعد كده، لكن هو اسمه إين إين إين. وده حرف الجي عندنا اللي هي زي الجيم وبيبقى ليها ثلاث نقط، فبيتقال عليها جي، اسمها جيت جيت جيت. وده عامل زي حرف التش عندنا، زي لما نيجي نقول ساندويتش ساندويتش اتش. خدت بالكو من الت والشين في اخر الكلمه ساندويتش، فده حرف التش، واسمه تشيو تشيو تشيو. وده حرف الكاف عندنا، كيو كيو كيو. وده حرف الت، تير تير تير. حرف الب تقيلة شوية، بير بير بير. وده حرف اله، هير هير هير. احنا كده خلصنا ال14 حرف ساكن. هنشوف دلوقتي الحروف المتحركة وعددها 10 حروف. نركز قوي في نطق الحروف دي عشان دي بتعتمد أكتر على طريقة تشكيل البق أو طريقة فتح البق وانتوا بتنطقوا كل حرف. زي أول حرف أ أ مع الفتحة، أ أ. الحرف اللي بعده يا يا يا. الحرف الثالث بنفتح بقنا بس بيكون فيه تجويف شوية في البق من جوه، زي آه بتحسوا بالحرف طالع من هنا، آه. الحرف اللي بعده يا يا، نفس الطريقة، يبقى ده آه وده يا آ يا آ يا.
الحرف اللي بعده زي اورنج. شفتوا احنا بنقول اورنج ازاي؟ من برتقان او اللون البرتقاني. اورنج. او مش ضمها قوي. او الحرف اللي بعده نفس برضو الضمة بس هيبقى يو 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 او يو او يو. الحرف اللي بعده اللي هي الشرطة فيه من تحت هنضم البق أكتر. او 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 او. الحرف اللي بعده يو 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 يو. يبقى او او اورنج. او يو يو او او يو يو. الحرف ده هقول لكم على طريقة سهلة جدا هتقدروا تنطقوا الحرف ده بالذات النطق الصح. عارفين احنا لما بنيجي نتعب بيجي لنا صداع في دماغنا، نحس بمغزى كده جت، ونقول عاملين ايه؟ اوه عندي صداع، اوه ضرسي وجعني، اوه ضرسي وجعني، اوه. هو ده بالظبط النطق. الحرف ده هيبقى أو 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 أو. انتوا لو مشيتوا على الطريقة دي الحرف ده مش هيجلبكم في النطق. الحرف الأخير حرف الإيه أو الياء عندنا. إيه إيه. يبقى نقول الحروف المتحركة تاني مع بعض. يا يا يا. يا يا يا. او يو يو يو. يو يو يو. اي اي اي. احنا كده خلصنا الحروف الساكنة والحروف المتحركة، فاضل معانا الحروف المركبة، وهم 5 حروف بس وسهلين جدا. هي نفس الحروف مشتقة من الحروف الساكنة، زي ده هنا احنا قلنا اسمه جيا جيا، ده سانجيا سانجيا، بتبقى الجيم فيها تقيلة شوية سانجيا، يبقى ج ج ج. وده هنا احنا قلنا الحرف ده جاي منه اللي هو الديجت، فهنا هيبقى اسمه سانديجت سانديجت سانديجت. وده بيتنطق ت ت ت، بيبقى زي الته شوية بس بنتك عليها ت ت ت ت. وده جاي من الحرف الساكن اللي هو كير، هيبقى هنا اسمه سانبير سانبير، ونطقه ف ف ف. احنا هنا كنا بنقول ان البير بيتقال بير 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 بير، لكن هنا يعتبر حرف دبل، فالنطق بتاعه هيبقى تقيل شوية ف، مش بي لا ف ف ف. وده اللي هو السان شيت،
جاي من شيوك بس دبل، فهنا كان بيتنطق س س، لكن هنا بيتنطق س س س، نتك على السين يعني زي ما بنقول عندنا، هيبقى س س س. وهنا برضو الحرف ده جاي من الجيت اللي هو الج عندنا، جيت جيت، يبقى هنا ج ج ج. وساعات بيبقى حرف الزد أو الزين، ز ز ز، ده هتعرفوا نطقه مع الكلمات لما هتاخدوها قدام إن شاء الله بعد كده. إحنا كده خلصنا الحروف الساكنة 14 حرف، الحروف المتحركة 10 حروف، والحروف المركبة 5 حروف. يلا نتدرب كده مع بعض. الألعاب دي هتخليكوا تركزوا أكتر في نطق الحروف والسمع، هتسمعوا الحرف كويس ونطقه كويس، وكمان هتتدربوا على النطق. تعالوا كده نشوف مع بعض. كيو كيا كيو كيا كيو كيا، خدوا بالكو دي هنا بتتقري كيا جياك، لكن هي قالت كيو كيا كيا، واحنا هنا قلنا الحرف ده بيتنطق ايه؟ يا يا كيا كيا. كيو دين نين دين نين نين، لكن دي هتبقى نيام نيام. احنا قلنا الحرف ده بيتنطق يا يا، لكن ده اي اي، نين دين نين. تيكت ديجت اللي هو حرف الدال، ديجت ديجت تيكت ديجت. ريول ريل ريل، ريول لكن دي احنا قلنا انها بتنطق ايه؟ يا يا، لكن هنا قالت اي اي، ريل ريل ريول ريل. بيوم ميم اللي هو حرف الميم عندنا، ميم ميم، لكن الحرف ده اللي فيه شرطتين نازلين من تحت بيتنطق ايه؟ يو يو يو، هي قالت اي مش يو. ميم ميم بيوم ميم. بيوم كيب كيب كيب، شوت شيوت شيوت، لكن ده بيتنطق يا يا، شيا شيا شيو شيا شيو شيو شوت شيو. يين إيم اللي هو الحرف الساكن واللي بياخد نطق الحرف اللي جاي وراه في الكلمة، لكن اسمه إيم يين إيم. يين تيت جيت اللي هو حرف الجيم عندنا، جيت جيت تيت جيت. تشيت تشيوت اللي هو تشا تشا، ساندويتش تشا، تشيوت تشيت تشيوت. كيو كيوت كيو كيوت،
أكيد. تيوت تيت تيت حرف الت تيت. تيوت بيوت بيب البي تقيلة. بيب بيب بيوت بيب بيب هيوت هيت حرف الهي. هيت هيت لكن دي لوحدها بتنطق اي هتبقى هي هي، لكن هي قالت هيوت هيت هيوت هيت. حلو، نشوف لعبة تانية. لكن دي يا لما نلاقي شرطتين هنا على اليمين، يا شرطة واحدة. يا يا لسه قايلينها حالا. يا يا مع تجويف البق. لكن دي يا يو يا 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 يو يا او 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 دي يو 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 او يو او او يو 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 يو. طب دي احنا قلنا ايه بنعمل فيها ايه؟ بنضم البق قوي. او 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 يو 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 ام ام يو يو او 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 يو او يو او يو 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 يو. لكن دي يو 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 اي 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 لكن دي يوم يوم اي اي اي. برافو عليكم، انا حاسه ان انتوا كنتوا بتحلوا معايا اصلا. عايزه اوريكم حاجه اخيره هنا برضو قبل ما نخلص درس النهارده. خلينا نسمع هي بتقول ايه. تيجت ديجت تيجت ديجت تيجت ديجت هيت 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 هيت
시옷 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 키읔 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 비읍 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 리을 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 النطق بتاع الر اللي في الأول بيبقى ألدغ شوية، ما بيبقاش ر صريحة أو ما بيبقاش آر صريحة، يعني إحنا مش بنقول ريل 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 ريل، حاسين بالر وهي بتطلع بس خفيفة شوية، ريل 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 ليل ريل. ليل تيت 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 هنا تيت تيت، أخدتوا بالكم؟ تيت 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 تشيت، التشي أكتر شوية واضحة فيها، تشيت تيت كيو كيا كيو كيا يا كيا كيو دين مين دين مين دين 이응 مين 이응 مين ㅂ 피읖 ㅂ 피읖 비읍 피읖 ㅂ 피읖 ادي 비읍 이읖 دي الخفيفة، أخدتوا بالكم؟비읍 ㅂ 비읍 피읖 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 미음 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 ميم미음 지읒 جيت지읒 جيت지읒 키읔 كيت키읔 كيت피읖 كيت피읖 كيت니은 مين린, مين 티읕, 티읕 티읕, 티읕 디귿, 디귿 디귿, 디귿 기역, 기역 기역, 기역 이응, 인 이응, 인 미음, 미음 미음, 미음 시옷, 시옷 시옷, 시옷 지읒 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 히읗 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 hit 치읒 cheat 치읒 cheat 비읍 hit 비읍 hit ㄹ real ㄹ real مع التدريب ومع السمع كتير ومع حفظ الحروف، كل حرف اسمه ايه وكل حرف بيتنطق ازاي، حروف الساكنة والحروف المتحركة مهمة جدا، الاتنين مهمين جدا، والحروف المركبة. مني أعمل ستوب شير. احنا كده خلصنا درس النهاردة، أخدنا مع بعض النهاردة الهانجل كاملة، ال 24 حرف، ال 14 حرف الحرف الساكن، وال10 حروف متحركة، وال5 حروف المركبة. اللي أنا هطلبه منكم دلوقتي إن أنتوا تدخلوا على السايت وتسمعوا الفيديو كتير وتتدربوا على الألعاب كتير علشان تلاقوا نتيجة
والحروف الأبجدية تثبت معاكم. وانس ان انتوا هتحفظوا الحروف الأبجدية ونطقها ايه، ووقت ما تسمعوها هتقدروا تعرفوا ده حرف ايه، هتقدروا قدام تقروا اللغة الكورية او اي جملة مكتوبة باللغة الكورية بطريقة سهلة وصحيحة. كوريان اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على خير. باي. شيك.